أنا أقدر أضمن لك أن 80-70% من الناس اللي دافعين بمئات الآلاف على بيوتهم مو مأمنين، والتأمين رخيص جداً compared مقارنة بالتأمين على السيارات. ولكن الـ 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 عندهم إحساس الناس بطبيعة الحال أن يتوقعون، لأن ما عندهم awareness الوعي التأميني ما في كفاية، they always comparing it مع السيارة. أول أنا أدفع 10,000 على السيارة 300 دينار 400 دينار، إذا بيتي 300 100 ألف فإذا 3,000 دينار، وفي الحقيقة is much less much less. أنت تحكي عن peanuts صح جماعة، 30-40 دينار 50 دينار، إيه في السنة حق إيه إيه نعم. شو this is the awareness اللي أنا أقول له عنه لا يذكر. يعني أنا من أصدقائي أقعد في المجالس معاهم بيت 200,000 دينار 70 دينار في السنة، أفضل تغطية أنا أقول أفضل تغطية 150 دينار، أفضل تغطية إن دافع لك 200,000 دينار. فإذا أين الوعي التأميني؟ أنا ما ألوم الكاستومرز اللي ما عنده هذه الفكرة. إحنا مفروض يعني ما قصروا البي آي إيه دائما عندهم، ولكن يحتاج الاستمرارية في المدارس، يبيله في الجامعات، في المؤسسات، في التلفزيون. لازم نطلع ونقول لهم ترى أنت ملايين الدنانير أنت قاعد تخسر في حادث بسيط ولا ما يكلفك ذاك المبلغ. يعني أنا عندي أصدقاء احترق بيته شيء بسيط والله يحيى، كلفه حوالي 15,000 دينار شيء بسيط، وكان بإمكانه يدفع 100 دينار بس. قال أبو حسن ما حد كان يقول لي أنت الرئيس التأمين ليش؟ لأنه ما يصير أنت individual تروح تقول حق كل شخص. لا بالضبط أحسن، لازم يكون ثقافة مجتمعية. أنا فترة من فترات كنت في أوروبا أدرس الأوروبيين والأجانب في لستة الأولويات، بتشوف التأمين ثالث أو الرابع في حياتهم. ولدي أنا في أمريكا نفس الشيء يفكر، بس إحنا تعال تشوف التأمين في أي في لستة الأولوياتك بتشوفه مو موجود، مو حتى في التحت. يعني إذا هو مدخول 1,000 دينار فأنت تحكي عن 100 فلس في الشهر خلي لك حق تأمينك وتضمن لك. مع ذلك مع أنه يروح للمطعم يصرف له 30-40 دينار، شركات التأمين بيتقلصون by force by بغوا يعني beyond their control، ما أدري يسمونه يعني خاطر سيطرتهم. الكوفيد الكوفيد هذه كان نوع من الالارمينج اللي هو الحين مثلا نعطي مثال، الحين 80% من الموظفين يشتغلون من بيوتهم ما يشتغلون في المكاتب. انا بتكلم حتى من تجربة التسهيلات، قسم التأمين 90% بعد مو 80 اشتغلت من البيت كل شيء بالسوفتوير. فهل أنا ما أحتاج مكتب وكهرباء وما شابه ذلك؟ وبجي هني بقول له ترى أنت تشتغل في البيت الكوست مالي بقلل الكوست. بعد الكورونا لما إذا أنا نجحت بهذا الطريقة ترى ما بيستمر، يعني بيستمر بنفس النمط. أولا زبائن نفسهم ما يبغون خلاص، ولا بترجع، ما بترجع، ما بترجع. يعني بترجع قبل الكوفيد ما بترجع. التعويضات صار الحين أفضل حق شركات تانية. ليش؟ السبب الرئيسي لأن البوليس أول كان لأن السيلزمان كان مضطر يشرح له كامل، أول ما يصير له حادث يقول ما حد قال لي هذا البند، ما حد قال لي. اليوم يقول لك لا أنا حاط لك في ويب سايت مالي أنت مسؤول عنه، فخفف المشاكل أيضا. بس صار ما في العلاقة ود بينك وبين الشركة التأمين السيلزمان، فخطورة أنه بيشيول شفت بيطلع ما عجبه بيطلع. ففي تحديات رهيبة جاي الشركة التأمين اللي بيقعد بيمشي على نمط حالي هي والفيل
في غيره بيجون بيشيلونه، شركات الثانية بيجون أقوى، وهاي الشركة بتطلع من السوق.